يا هلا فيكم في ترند. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله مبادرة إنسانية في جدة لتوفير الطعام والرعاية للقطط اللي تحتاج للرعاية في الشوارع. المبادرة أطلقها أرباب الحرف في جدة وشكلوا فريق تطوعي أطلقوا عليه لقب الطوافين لإطعام وعلاج قطط منطقة البلد في جدة، وتفاعل العشرات من المغردين مع هذه المبادرة الإنسانية مثمنين مثل هذه الجهود والمبادرات اللي تجسد الرحمة والرأفة بالحيوانات. مبادرة إنسانية ملهمة أطلقتها دبي العطاء لجمع 110 ملايين درهم لمساعدة أطفال وشباب العالم على مواصلة تعليمهم، وتقوم المبادرة على إعداد أول لوحة فنية من نوعها في العالم يتم رسمها على القماش، ومن شأنها أن تحطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس كأكبر لوحة فنية في العالم. وبعد الانتهاء من رسم اللوحة سيتم تقسيمها إلى 60 لوحة فردية لعرضها وبيعها في المزاد العلني. على الرغم من أن فيروس كورونا ما زال منتشر في دول العالم، إلا أن البعض ما زال يرفض الالتزام بالإجراءات الوقائية ومن ضمنها ارتداء الكمامات. هذا السبب اللي خلى اليوتيوبر الشهير ألان بان يبتكر مسدس الكمامات، وهو عبارة عن سلاح تنطلق منه الكمامات على وجه كل من يرفض ارتدائها فتثبت عليه لإجباره على ارتدائها. ولم يوضح ألان هل فعلا راح يجرب ابتكاره على الناس أو لا. تعزز منصة انستغرام جهودها لمحاربة الحسابات المزيفة وبرامج الروبوت من خلال مطالبة بعض أصحاب الحسابات بتأكيد هويتهم، وفي حال ما تمكن صاحب الحساب من تقديم تأكيد على هويته عند الطلب فراح تتلقى مشاركاته توزيع أقل، ويؤدي عدم الامتثال لفحص الهوية في حالات أخرى إلى تعطيل الحسابات المزيفة بشكل دائم. ولن تطلب منصة انستغرام هذا الأمر من جميع الحسابات، بل من الحسابات اللي تظهر سلوك غير سليم مثل الحسابات اللي ما تتضمن هوية مستخدميها. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة، مع السلامة.